إلى اليمن، ومعنا من صنعاء مراسل العربية حمود منصر. الأجواء التي رافقت تحطم الطائرة يا حمود. طبعا حسب المعلومات التي صدرت عن الهيئة العامة للطيران المدني أن الطائرة كانت قد اقلعت من مطار صنعاء في 9:45 بالتوقيت المحلي لصنعاء، وفقد الاتصال بها في الساعة 1:51 صباحا. وهنا أيضا ما أشار المصادر إلى أن كانت الأجواء مضطربة، كانت سرعة الرياح حوالي 61 في الساعة، وأيضا كان البحر هائج، مما في إشارة إلى أن الأحوال الجوية ربما تكون سببا في تحطم الطائرة التي حددت مكان تحطمها على بعد 17 ميل من ميناء جزر القمر. والآن بدأت عملية البحث وأيضا انتشار الجثث وحطام الطائرة. جنسيات الضحايا الذين كانوا على متن هذه الطائرة؟ المعلومات الأولية تقول بأن معظم الذين كانوا على متن هذه الطائرة هم من جزر القمر، بالإضافة إلى 30 درجة ثانية. وحسب التقرير الأولي من مطار صنعاء بأن عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة 153، منهم 52 راكب قدموا من باريس، و59 راكب قدموا من مرسيليا، 3 ركاب من جدة، وأيضا 12 راكب من دبي، بالإضافة إلى راكب من دمشق وآخر من عمان، و3 من القاهرة. يعني أن هناك احتمال جنسيات مختلفة، لكن الغالبية هم من جزر القمر ومن فرنسا. طيب ذكرت أن هناك قادمون من جدة وبلدان عربية أخرى، يعني هل هناك جنسيات عربية كانت على متن هذه الطائرة؟ هناك احتمال كبير أن يكون هناك جنسية عربية، إلا أن مغرين تقرير شركة الخطوط الجوية اليمنية لتحديد الجنسيات، هذا ما أكدت الهيئة العامة للطيران اليمني. وقد شكل فريق محققين من اليمنيين غادروا صنعاء قبل ساعة تقريبا باتجاه إلى جزر القمر، بعد أن وصلتهم معلومات عن بدء انتشار جثث. هل ما زلت معنا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع حمود منصر مراسل العربية من صنعاء.